أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: تطبيقات. قلنا من حسنات هذا الكتاب، من حسنات هذا الكتاب والميزة التي يفترق بها عن باقي الكتب الرجالية أن هذا الكتاب فيه تطبيقات عملية، لأن المطالب الرجالية إذا بقيت على مستوى النظرية فهذا شنو معنى؟ هذا معنى الطالب لا يعرف كيف يطبق هذه النظريات، ولا يعرف كيف يشخص السند الصحيح من السند الخاطئ، وكيف يستخرج الأحاديث والأسانيد. فلذلك المصنف قال التطبيق الثاني. قال الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، من هو هذا؟ صاحب كتاب وسائل الشيعة. في وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب الوضوء، الحديث الأول. شوف ما أعطاك صفحة، ليش ما أعطانا صفحة معينة رقم الصفحة كذا؟ الجواب: لأن الطبعات تختلف، طبعات تختلف، تتلقاها بطبعة الأعلمي خلي نقول رقم مثلا 60، أو طبعة الإحياء تراث أهل البيت تلقاها رقم 40، وهكذا. فالطبعات تختلف، لكن إذا أعطى العنوان هذا أفضل، هذا أحسن، يعني إعطاء المصدر بهذا الشكل يكون أفضل وأدق. قال الحر العاملي في وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب الوضوء، لأن الوضوء له أبواب متعددة. الحديث الأول، شوف، قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر قال: لا صلاة إلا بطهور. إخواني، إحنا تعلمنا بالسند السابق، بالسند السابق تعلمنا هذا الشيء. هذا التطبيق شنو فايدته؟ كيف نعرف السند الصحيح من السند الضعيف؟ واضح؟ هاي مسألة جدا مهمة. طالب العلم إذا ما يعرف الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة مو يسأل باكر شيخنا هالرواية صحيحة، أو هو بأبحاث العلمية يريد ينزل الرواية، أو هو بخطابات المنبرية يريد يختار الرواية، غير يشوف السند. زين، ذا ما يعرف يستخرج الأسانيد، ما يعرف يستخرج الأسانيد، هذا شي يكون طالب ضعيف علميا. نعم، هسه خلنا نجي. عليكم السلام. النقطة الأولى، كتبونا الكتب الأربعة، شقد الكتب أربعة، كم مؤلف لها؟ ثلاثة. الكتب اللي يعتمد عليها المذهب الشيعي أربعة كتب حديثية: كتاب الكافي، لمن كتاب الكافي؟ لمحمد بن يعقوب الكليني، احفظ الاسم. وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي ابن الحسين ابن بابويه القمي شيخ الصدوق. وكتاب التهذيب والاستبصار المن؟ محمد بن الحسن الطوسي. إذن المحمدون الثلاثة هم أصحاب الكتب الأربعة التي يعتمد عليها المذهب الشيعي. ترى ما عندنا كتب جاية واصلتنا من المعصومين تنقل أحاديث المعصومين إلا أربعة كتب: الكافي
والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه. افتهمنا هاي النقطة؟ صاحب الوسائل نقل هذه الكتب بأجمعها علما إلى كتاب الوسائل. صاحب الوسائل أي هو منه صاحب الوسائل؟ الحر العامل. كلام واضح لو مو واضح؟ فإذا ابتدأ السند بمحمد بن يعقوب، إذن الرواية من ماخذها؟ الكتاب الكافي. وإذا ابتدأ السند بمحمد بن علي بن الحسين، من ماخذ الرواية؟ من كتاب الفقيه. وإذا ابتدأ السند بمحمد بن الحسن، إذن الرواية من ماخذها؟ إما من التهذيب أو الاستبصار. هاي النقطة عرفناها. شوف السند بمن بدينا؟ محمد بن الحسن. إذن هذه الرواية أخذها صاحب الوسائل إما من التهذيب أو الاستبصار. هاي النقطة واضحة إن شاء الله. زين، النقطة الثانية، النقطة الثانية، الأسانيد على قسمين: إما سند منقول بالعنعنة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرع، هذا شو نسميه عنعنة. كلام واضح؟ هذا نسميه عنعنة. صوتك. نعم. كلام واضح؟ خوش. وعندنا سند منقول على نحو المشيخة. شنو هذا السند المنقول بطريقة المشيخة؟ بطريقة المشيخة كتبوا. صوتك بابا، صوتك عليك مرقد هذا. اي الكلام واضح؟ شنو طريقة المشيخة؟ كتبونا. طريقة المشيخة هي حذف بعض الحلقات السندية اختصارا. شوف هسه ايش قال الشيخ الطوسي: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. طبعا الشيخ الطوسي ما عاصر الحسين بن سعيد، وإنما توجد حلقات سندية متعددة ما بين الشيخ الطوسي وما بين الحسين بن سعيد الأهوازي. واضح الكلام؟ فش نسوي؟ شنو عدنا؟ عدنا عدة خطوات. الخطوة الأولى لابد أن نستخرج هذه الحلقات السندية، يعني أسماء الرواة المحذوفين. الإسناد عن طريق المشيخ. أي شو نسوي؟ عدة نقاط. أي شو نسوي؟ أولا نستخرج هذه الحلقات السندية المحذوفة ما بين الشيخ الطوسي وما بين الحسين ابن سعيد الأهوازي. ثانيا نوثقها ونضعفها، نحاول ندور هل أن هذا الراوي ثقة أو ضعيف. كلام واضح؟ فما هي الطريقة لمعرفة الرواة واستخراج الحلقات السندية وتوثيقهم وتضعيفهم؟ يقول هاي الطريقة. شوفوا، أولا الخطوة الأولى وين نروح؟ يا كتاب، إلى كتاب المشيخة. هذا وين نلقى كتاب المشيخة؟ في نهاية الجزء العاشر من التهذيب، أو في نهاية الجزء الرابع من الاستبصار. تلقى هناك بنهاية الكتاب
مكتوب شنو؟ مشيخة التهذيب أو مشيخة الاستبصار. مشيخة على وزن مفعله، هذا جدا واضح الكلام، ما أعتقد بغموض. فإذا وصلنا راح نلقى شنو؟ شو يقول الشيخ؟ شيخ الطوسي: كل ما نقلته عن الحسين ابن سعيد في هذا الكتاب فقد أخبرني به فلان عن فلان عن فلان، إلى أن يوصل السند لمن؟ إلى أن يوصل السند للحسين ابن سعيد. كلام واضح إخواني لو مو واضح؟ زين. سؤال مهم جدا طالب العلم: إن وجدنا طريق الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة طريقا ضعيفا، لقينا ضعيف، لقينا الرواة ضعفاء، ضعفهم علمائنا، لمن الروح؟ فنذهب إلى كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، واضح؟ فإنه يذكر طرق إلى نفس الراوي بشكل أكثر، يعني طرق كثيرة جدا في كتاب الفهرست. واضح شيخ علي لو مو واضح؟ نعم إذا لقينا بكتاب واني الطريقة كالتالي. الطريقة كالتالي، شنو الطريقة؟ احنا راح نروح الى كتاب شنو؟ المشيخة. راح نطلع الحلقات السندية، الحلقات السندية وجدناهم ضعفاء، نرجع كتاب الفهرست، راح نرجع الى كتاب الفهرست، هم نلقى الشيخ الطوسي ينقل، يقول انا نقلت عن من؟ عن كتب الحسين ابن سعيد الاهوازي بعدة طرق. احنا ما نريد كل الطرق صحيحة، طريق واحد صحيح. كلام واضح لو مو واضح؟ فنستخرج اسماء الرواة. لقينا مثلا الحسين ابن عبيد الله الغضائري، وين راح ارجع به؟ راح ارجع الى الكتب الرجالية اشوفه ثقة او ضعيف. واضح الكلام؟ هاي الطريقة باستخراج الأسانيد، ما بيها صعوبة. زين، بعد ما صححت الطريق من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، وين راح أنقل الكلام؟ راح أوثق، أقول الحسين بن سعيد الأهوازي ثقة أو ليس بثقة، أبحث في الكتب الرجالية، لقيت ثقة، أنتقل إلمن؟ إلى حماد بن عيسى، ثقة أو ليس بثقة، فأبحث في الكتب الرجالية أجده ثقة، ثم بعد ذلك عن حريز، حريز بن عبد الله سجستاني، هل أنه ثقة أو ليس بثقة؟ واضح؟ وجدت النجاشي أو الشيخ الطوسي وثق بالكتب الرجالية، وصلت إلى زرارة هم نفس السؤال، فأصحح السند بأجمعه. فإذا شنو عندي هسه؟ كم خطوة؟ توجد خطوتان بشكل عام. الخطوة الأولى تصحيح السند من الشيخ الطوسي المن إلى صاحب الكتاب الذي أخذ الشيخ الطوسي الرواية عنه، اللي هو من هنا الحسين ابن سعيد الأهوازي اللي أسند الرواية عنه. ثانيا تصحيح السند من الحسين ابن سعيد الأهوازي إلى الإمام. واضح الكلام؟ راح يكون شغلك يا طالب العلم المعمق هو وين؟ في كتاب المشيخة وكتاب الفهرست. هذني لازم تقتنون هالكتب، هن يعني هن آليات الاستنباط. إذا تريد تصير مجتهد لازم هاي الكتب تكون يمك، المشيخة تلقى بالتهذيب وتلقى بالوسائل موجود، انت أخذ كتاب الوسائل. وأما كتاب الفهرست لا، اقتني، ترى احنا شغلنا بالاستنباط هو هذا. إذا نريد نستنبط الأحكام الشرعية وين نرجع؟ نرجع إلى
كتاب الفهرست وكتاب وإلا ما تكون مجتهد أبد، ما توصل مرحلة الاجتهاد. زين تعال وياي خلنا نقرأ هسه المطلب، شوفوا إيش قد الفقيه وإيش قد المجتهد يتعب يلا يطلع بس السند. قال: والتعرف على حال السند المذكور لا بد أولا من مراجعة سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، هاي أول خطوة، وذلك بملاحظة مشيخة التهذيب الجزء العاشر، يعني الجزء العاشر من كتاب التهذيب صفحة 63، فإنه قال: وما ذكرته في هذا الكتاب، يا كتاب كتاب التهذيب، عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد النعمان ابن النعمان. هاي أول حلقة سندية، طلعنا أول حلقة سندية، منو أول حلقة سندية؟ محمد بن محمد بن النعمان. منو هذا بالله؟ منو محمد بن محمد بن النعمان؟ أنا أسألكم. عليكم السلام، كتبوا عليه الشيخ المفيد، عليكم السلام ورحمة الله، هذا الشيخ المفيد، هذا من أجلاء الطائفة بعد، هو الشيخ المفيد. الثاني طبعا أستاذ الشيخ الطوسي، صحيح؟ الثاني وش قال؟ والحسين ابن عبيد الله الغضائري، والحسين ابن عبيد الله الغضائري. منو هذا الحسين ابن عبيد الله الغضائري؟ أستاذ الشيخ الطوسي أيضا، وابن عبدون، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. شيخ علي طين السجل شوي بدون زحمة، شوف حتى تعرفون. عندنا سؤال: ما هو معنى الواو الواقعة في بداية السند؟ يقول الواو الواقعة في بداية السند معناها أن الثلاثة بمثابة حلقة سندية واحدة، يعني المفيد والغضائري، والغضائري يعني منو؟ الحسين بن عبيد الله الغضائري وابن عبدون، هذول ثلاثتهم بمثابة حلقة سندية واحد، يعني بمثابة راوي واحد، نريد وثاقة واحد من عندهم مو ثلاثتهم. ابن عبدون لم يوثق، الغضائري ثقة وثقوا علمائنا، والشيخ المفيد ثقة، شوف اثنين موثقين. عن من؟ عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. افتهمت هسه الرواية شنو معناها؟ افتهمتوا بهالشكل؟ هاي هذا أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا لم يوثق. افتهمتوا هسه الطريقة شلون؟ هذا لم يوثق. بعد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد، هذا أستاذ الشيخ الصدوق، عليكم السلام ورحمة الله، أستاذ الشيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد، أستاذ الشيخ الصدوق ثقة. زين عن من؟ عن الحسين بن سعيد. إذن هذا السند الأول ما بين الشيخ الطوسي والحسين بن سعيد، من استخرجته؟ من كتاب المشيخة. شنو لقيته؟ ضعيف لو مو ضعيف؟ ضعيف بمن؟ وين الضعف؟ من يقول لي؟ بمحمد بن الحسن بن الوليد، أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذا لم يوثق. فأعبر للسند الثاني، بعد لقيت سند ثاني بالمشيخة، وأخبرني به أيضا أبو الحسين ابن أبي جيد القمي، هذا الشيخ الطوسي جاي يقول، طبعا هذا أستاذ الشيخ الطوسي، هذا لم يوثق، لكن احنا إن شاء الله بالدروس القادمة راح نوثقهم، ذول مشايخ النجاشي. عن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا ثقة. عن الحسين بن الحسن بن أبان، هذا لم يوثق، هذا ما بي توثيق. عن الحسين بن سعيد، هذا السند الثاني هم لقيناه ضعيف، بمن؟ بالحسين بن الحسن بن أبان، هذا الحسين بن الحسن بن أبان هذا لم يوثق.
وكذلك الحال ابن أبي جيد القمي لم يوثق. نعم، فهذا السند الثاني. إذن الأسانيد اللي ذكرهن الشيخ الطوسي في كتاب المشيخة شين لقيناهن؟ لم يوثق. يا أخي لقيناهن بين ضعف. الطريق الأول ضعيف، الطريق الثاني ضعيف، طريقان ضعيفان. وين أنتقل؟ وين يا كتاب الفهرست؟ أحسنتم، كتاب الفهرست للشيخ الطوسي. رجعت إلى كتاب الفهرست للشيخ الطوسي، لقيت شنو؟ لقيت الشيخ الطوسي يذكر الحسين ابن سعيد، يقول الحسين ابن سعيد الأهوازي له كتاب أخبرنا بها، يعني كتب الحسين ابن سعيد أخبرنا بها عدة من أصحابنا، عدة من أصحابنا يعني مجموعة وأقل الجمع ثلاثة، ثلاثة من أساتذة الشيخ الطوسي أخبروه بمن بروايات الحسين ابن سعيد الأهوازي. زين، هاي الحلقة السندية الأولى، شنو معنى العدة؟ حلقة سندية موثقة يقول نعم، نحن نستبعد أن يجتمع ثلاثة من أساتذة الشيخ الطوسي على الكذب. فهمتوا؟ واضح؟ نعم. بعد، عن محمد بن علي بن الحسين. يلا، من محمد بن علي بن الحسين؟ شيخ الصدوق. محمد بن علي بن الحسين شيخ الصدوق، واضح الكلام؟ عن أبيه، ومحمد بن الحسن ومحمد بن موسى بن المتوكل. زين، عن سعد. يعني شوف، شوف الطريقة شلون، الطريقة شلون. عدة من أصحابنا، هيك السند يكون. شوي اعطيني شيخ علي، اعطيني كتاب جيبه. شوف اخواني، الحلقة الأولى هي عدة، عدة، شوف عدة. السند الثاني الصدوق، هذا بعد ثقة. الحلقة الثانية، الثالثة شنو؟ الثالثة منو؟ هو ايش قال؟ الصدوق الأب. الصدوق الأب يعني أبو الشيخ الصدوق، هذا ثقة. وبعد، ومحمد بن الحسن اللي هو أستاذ الصدوق، أستاذ الشيخ الابن، أستاذ صدوق الابن، واضح؟ وبعد منه محمد بن موسى ابن المتوكل، واضح الكلام؟ ذول ثلاثتهم ينقلون عن سعد بن عبد الله ابن أبي خلف الأشعري القمي. فإحنا نريد وثاقة واحد من ذول الثلاثة. ذول، هذا معنى الواو الواقع وسط السند، واضح؟ بالأسانيد تلقى واو واقع إما في بداية السند وإما في وسط السند. ما هو معنى الواو الواقع في وسط السند؟ الجواب، تريد أن تقول أن الثلاثة بمثابة حلقة سندية واحدة، بمثابة راو واحد، نريد واحد من عندهم ثقة، مو كلهم ثقات. ومن حسن الحظ وجدنا أن الصدوق ثقة ومحمد بن حسن ثقة. إذن الحلقة السندية الأولى العدة ثقة، الصدوق ثقة، الحلقة الثانية اللي هم الثلاثة أكو اثنين منهم ثقات، سعد ثقة، وبعد منه جاء من بعده عبد الله، نعم سعد بن، لا والحميري، ها شوف سعد والحميري، عبد الله الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد، دور أريد وثاقة واحد من عندهم، وتبين أن كلاهما ثقتان، سعد ثقة وعبد الله الحميري ثقة، واضح؟ أهم مثابة حلقة سندية واحدة. شيخنا عبد الله والحميري، يعني واحد غير عبد الله. لا، سعد بن عبد الله. ابن عبد الله. ابن أبي خلف الأشعري القمي. والحميري واحد. هذا هم عبد الله. اسمه عبد الله. أي نعم. صاحب كتاب قرب الإسناد. كلام واضح لو مو واضح. عن أحمد ابن محمد ابن عيسى. واضح؟ هذا الأشعري القمي، هذا من الثقات. عن الحسين ابن سعيد. إذن السند اللي طلعناه من كتاب الفهرست هو سند صحيح. هذا التطبيق مهم جدا تراجعونه، والحمد لله رب العالمين.